بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن إدارة النادي أرسلت خطابا للجهات الأمنية تمسكت خلاله باللعب في استاد القاهرة في أولى مبارياته الإفريقية يوم 6 مارس المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع الفائز من مونانا بطل الجابون وريال كاديوغو بطل بوركينا فاسو. وأشار مورغان إلى أن إدارة ناديه على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات الأمنية فيما يتعلق بدخول وخروج الجماهير لملعب المباراة والتزام الجميع بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن للحفاظ على سلامة كافة العناصر. وأضاف أنه يراهن على وعي جماهير الأهلي التي دائما ما يضرب بها المثل في القدوة والالتزام، وتعلم جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها من أجل مساندة فريقها في ضربة البداية لتحقيق الهدف الأكبر بالفوز ببطولة إفريقيا والمشاركة في بطولة العالم للأندية القادمة. قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الدوري لم يحسم بعد، لكن الفريق يسير بخطى ثابتة للتتويج بالدرع الثالث على التوالي والأربعين في تاريخه. ووجه البدري الشكر للاعبين بعد الفوز على النصر بخماسية نظيفة أمس الاثنين في اللقاء الذي جمع الفريقان في الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز. الحمد لله على الفوز النهارده وثلاث نقاط مهمين. ويمكن انا بقول ان مباراه النهارده زي المباراه السابقه في غايه الاهميه، لكن مباراه اليوم يمكن الفتره الزمنيه كانت قليله جدا ما بينها ومباراه الاسيوطي اللي هي 48 ساعه، فكان اهميتها طبعا برضو يعني مضاعفه شويه لان الفتره الزمنيه قليله. لكن زي ما انا بقول احنا في برضو ايجابيات كثيره، اهمها طبعا الفوز والثلاث نقاط. يمكن النهارده في 7 لاعبين بيشاركوا ما شاركوش في مباراه الاسيوطي من البدايه لاعتبارات كثيره، اولا الفتره الزمنيه وعدم المجازفه في بعض اللاعبين اللي شاركوا، في نفس الوقت هناك لاعبين انو فتره التاهيل فكان لابد من مشاركتهم النهارده واعدادهم وتحضيرهم للمرحله القادمه والمباراه القادمه والمشوار الافريقي كمان، فهي اعتبارات كثيره جدا. لكن اهم حاجه طبعا بالنسبه لي وبالنسبه للاعبين وجهاز النهارده الحمد لله 3 نقاط الحمد لله. يعني بقول في البدايه في 7 لاعبين، لكن كمان التغييرات اللي تمت يعني في مروان وفي كريم كل دول ما شاركوش، وفي حسام غالي، فلو اتكلمنا يمكن 10 لاعبين ما كانوش موجودين ما شاركوش في مباراه الاسيوطي النهارده، فاكيد الفوز مهم طبعا الحمد لله، وثلاث نقاط مهمين. اكيد معادله منطقيه وايجابيه اما بتيجي تحللها كمدير فني بتقول ان
معدلات الانسجام زادت في نفس الوقت. ده من الناحيه الجماعيه. من الناحيه الفرديه في تطور طبعا لبعض الافراد منهم وليد ازارو في ادائه لاشياء كتير. مرور الوقت طبعا اللي بيدي انسجام وفي نفس الوقت بيدي ثقه وبيدي هدوء وفي نفس الوقت التوتر زال في حاجات كتيره جدا. الانسجام مع الاخرين اللي موجودين حواليه كل ده بيجي بالوقت وبيجي بالزمن. فاكيد كل ما بيمر الوقت ويمر الزمن بيحصل انسجام للفريق بشكل جماعي. بتشوف دلوقتي بيحصل تغييرات كثيرة جدا في الأفراد لكن الشكل والأداء والسيستم ثابت. فده طبعا نتيجة الوقت ومرور الوقت مع ثبات المجموعة كلها مع بعض. فأكيد في تطوير. وفي الآخر أنت كمدير فني لما بتصل لهذه الدرجة طبعا بتبقى سعيد لأن أكيد الشغل اللي أنت بتعمله بتبقى عاوز تصل للدرجة ديت. ولكن بقول لسه في أكتر طبعا لأن هناك بعض الأشياء محتاجة تطور. يعني ده اللي إحنا بنشتغل عليه وربنا يسهل إن شاء الله. المسؤولية موجودة بشكل مستمر للفريق كله لكن هناك بعض في العالم كله بعض اللاعبين بيبقوا موجودين في فرقهم بتبقى عليهم مسؤوليه. فببقى سعيد اما الكم ده بيزيد. يعني اما بيجي يقول بعد يعني اما تيجي تقول لعيبه كبار مثلا زي عبد الله السعيد بيبقى موجود في الفرقه فبيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا. اما بتيجي لقى الكم زاد في الفرقه بقى اصبح اجايه موجود بقى اصبح وليد ازارو موجود بقت مش مشاركتهم بس بقت مشاركه مع مسؤوليه لان خلاص حصل تطور في ادائهم حصل نضج بشكل كبير جدا فاصبحت كمان عندهم مشاركه مع الفريق ومسؤوليه. لكن في بعض اللاعبين بيبقوا لسه بيشاركوا ما لهمش المسؤوليه اللي بتبقى موجوده. فالحمد لله كل ما بتزيد الكم ده بتعرف ان انت فرقتك ماشيه في الطريق الصح والطريق الايجابي الى ان يصبح كل اللاعبين اللي بيشاركوا عندهم مسؤوليه يبقى وصلت انت لدرجه كبيره طبعا متطور. يعني بعذر الجميع وبعذر الحاج عامر حسين لان عارف ان هو برده مرتبط بمواعيده زي ما انا قلت. الحمد لله بنتعامل معاها والحمد لله عندي الكم وعندي الشخصيات واللعيبة الحمد لله اللي بتقدر تتعامل مع المواقف الصعبة. قال السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني أغلق صفحة مباراة النصر وبدأ التفكير في مباراة الإنتاج الحربية المقرر لها السبت المقبل في الجولة 26 للدوري. وأضاف أن الجهاز الفني يتطلع لمواصلة الانتصارات المحلية بحثا عن التتويج بلقب الدوري للمرة 40 في تاريخ النادي. عايزين نحسم وعايزين نقرب بشكل اكتر يعني. لكن طبعا في المكاسب الفرديه يعني النهارده مروان بياخد بشكل كويس، حسام غالي بياخد بشكل كويس، عندك كريم ندفي كمان بياخد بشكل كويس مع الحمد لله رب العالمين عدم تعرض اللعيبه للاصابه. انت من 48 ساعه بس كان عندنا مباراه في اسكندريه مع الاسيوطي وبعد ثلاث ايام عندنا مباراه مع الانتاج الحربي. فالحمد لله رب العالمين. يمكن على اخر تشكيله انت عندك سبعه النهارده من اخر تشكيله ما بيلعبوش يعني باستثناء وليد ازارو وجونيور واجويه يعني وعمرو السليه وايمن اشرف هم اللي كانوا موجودين في مباراه الاسيوطي. لكن السبعه اللي حواليهم كلهم ما كانواش بادئين في مباراه الاسيوطي. لكن احنا ما بي يعني زي ما قلت قبل كده يعني في كل مره مش فارقه مين اللي بيكون موجود قد ما فارقه التيم ككل. يعني اكيد عدد كويس من النقاط لكن في النهايه انا بتكلم على النتيجه اهم حاجه. النتيجه لحد دلوقتي ما ظهرتش لحد دلوقتي. بتقرب وبتقرب بشكل كويس ويعني مش عايز تبص في طريق حد قد ما بتبص في طريقك. فده اللي يهمني يعني الموضوع في اتجاهنا وفي ايدينا احنا ان شاء الله الرحمن باذن الله نكون قادرين عليه باذن الله. عندنا مباراه جايه مباراه في منتهى الاهميه ومنتهى القوه والنديه مباراه الانتاج الحربي مع فرق لانها فعلا مباراه كويسه. فرقه الانتاج الحربي فرقه من الفرق اللي عامله موسم كويس جدا جدا على المستوى التنظيمي. يعني ممكن ترتيبها كويس جدا طبعا وكابتن مختار عمل معاهم شغل كويس قوي لكن على المستوى التنظيمي فرقه يعني مش بسهوله تلاقي مثلا في فرق واحد او فرق اثنين في المباريات او عدد كبير من الاهداف بيجي. يعني ما افتكرش عدد المباريات الكتيره اللي دخل في الانتاج الحربي فرق هدفين او حاجه زي كده يعني. لكن معاهم مدرب بنحترمه جدا كابتن مختار انا عارف انها هتبقى مباراه قويه لازم نستعد لها بشكل قوي جدا 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 واحنا حريصين على ده باذن الله تعالى.
بنشتغل لان الفتره دي والموسم ده موسم استثنائي، يعني دوافع لازم تتجدد بشكل كبير. بتلعب كل 3 ايام مباراه، كل يومين ساعات مباراه، كل فتره زمنيه يعني قريبه جدا جدا، فلازم يبقى في دوافع كتير قوي يعني. اه طبعا، لان انت انا بقول كتير يعني كل مره الموسم ده موسم استثنائي بضغطه المباريات المتلاحقه بشكل كبير قوي قوي قوي. يعني قبل كده طبعا لما بتلعب على راس اليوم السادس او راس اليوم السابع او حتى الخامس، يعني النهارده بتبقى بتفكر في الماتش اللي انت لعبته، بكره بيبقى في استشفاء ولا حاجه، وبعد بكره بتبدا تعيش في المباراه اللي بعدها، وبعدها بيوم بتعيش في المباراه بشكل اكتر تركيزا، وبعد كده بيبقى عندك تحضير للمباراه يعني. لكن النهارده لا، انت النهارده بتبقى بتخلص المباراه النهارده، بكره بتعمل استشفاء، بعد بكره لازم تفكر في المباراه اللي بعدها على طول. فبالتالي الدوافع لازم تتجدد بشكل كبير، شكل على المستوى الفردي وشكل على المستوى الجماعي، وده مجهود كبير جدا جدا على المستوى الذهني، يعني مش مساله العضلي بس او طبعا واللعيبه كمان يعني. اكد احمد ايوب المدرب العام للاهلي ان الفريق حقق العديد من المكاسب بعد الفوز على النصر بخماسيه في الدوري، وقال ايوب ان من اهم المكاسب التي حققها الفريق هو استمرار الانتصارات والاقتراب خطوه نحو التتويج بالبطوله. قال طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق يضم 3 حراس جميعهم قادرون على الدفاع عن عرين الأهلي، موضحا أن شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي يمتلكون قدرات فنية جيدة. وأشار طارق سليمان إلى أن الجهاز الفني قرر الدفع بشريف إكرامي في مباراة النصر أمس حتى يكون جميع الحراس جاهزين للمشاركة في أي وقت تحسبا لغياب أحدهم لأي ظرف، وحتى لا يتعرض الشناوي للإجهاد. وأشار مدرب حراس الأهلي إلى أن الجهاز الفني يختار التوقيت المناسب للتغيير في مركز حراسة المرمى، خاصة أن هذا المركز لا يشهد تغييرات كثيرة، موضحا أن الجهاز الفني دفع بمحمد الشناوي الموسم الماضي في عدة مباريات حينما كان يشارك شريف إكرامي أساسيا حتى يكون الشناوي جاهزا هو الآخر. يعود سيد معوض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للقاهرة بعد غد الخميس عقب متابعة مباراة ريال كاديوغو بطل بوركينا فاسو ومونانا الجابوني بدوري الأبطال، ويلتقي بطل الجابون وبوركينا فاسو غدا الأربعاء على ملعب الأول في إياب منافسات دور 64 لدوري أبطال إفريقيا، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز ريال كاديوغو بهدف نظيف، وينتظر الأهلي الفائز من الفريقين في دوري 32 بالبطولة، حيث ستقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 6 من مارس المقبل. عبر علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز أمس بخماسية نظيفة على فريق النصر، وأضاف معلول: الأهلي اقترب من حسم الدوري وما زال أمامنا عدة خطوات لحسم الدرع بشكل رسمي. وأوضح أن فريقه قدم أداء جيدا في لقاء اليوم ونجح في تحقيق المطلوب بحصد النقاط 3. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في 3 غدا الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق الإنتاج الحربي السبت القادم في الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز. وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة في الدوري.
فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية، ابقوا معنا. النادي اللي جمعنا.